يقول: كيف نتعامل مع من تعصبوا لدعاة الضلال، وكيف يكون التدرج في نصحهم، ومتى يهجرون، وكيف يكون هجرهم؟ دعاة الضلال اليوم كل واحد يقول فلان ضال وفلان مبتدع وفلان ما في ضابط معروف، لكن إذا ثبت أنهم دعاة ضلال فإنهم يناصحون ويوعظون، فإن استجابوا الحمد لله، وإن لم يستجيبوا برئت الذمة نحوهم ويهجرون ويبتعد عنهم، نعم، يحذر منهم.